أقمت بناءها بيدي، جعلت رفوفها خشبا، ورحت أضم فيها الفن والتاريخ والأدب. أقمت بناءها بيدي، جعلت رفوفها خشبا، ورحت أضم فيها الفن والتاريخ والأدب. رفاقي أصبحوا أبدا، بجنبي أقصد الكتب، أحادثهم نعيش معا، كنوزي تزحم الشهب، كنوزي تزحم الشهب. أقمت بناءها بيدي، جعلت رفوفها خشبا، ورحت أضم فيها الفن والتاريخ والأدب. أحب كنوز مكتبتي ولو صغرت ولا عجبا، عن المخطوطة الأولى سلوا أجدادي العرب، سلوا أجدادي العرب. أقمت بناءها بيدي، جعلت رفوفها خشبا، ورحت أضم فيها الفن والتاريخ والأدب. وما تنتين دمانتين جزاكم الله خيرا كسو خيب قلكينا وحنو بلابانا إن برنامج كيني وحول بروح وقور ريا عن كفر إن كلام كإلهي يا هذا القرآن الكريم كان شاء الله تعالى وهذا كمان إنه آخر دوانا يكلمة رأسا شيخ أبو مصعب أو أنتي نبضنا في الإيراد عوا نسيب يالتان أركتان وعليكني شيخ فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأسفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. جزاك الله خير، بارك الله فيك يا شيخ. أيضا القرآن الكريم كا وحن في الهين بدنا وذي كم دعاء وإنا هل كان كوكولانتين وإن بدنا دونينا ساركتان إلهي بقدر سبحانه وتعالى برنامج كان وصيدان في الهين لو سعطة العاوة ku saabsan ama halayska soo yahay qeyrka ku dhaafay qalinka qaado ama barashada diinta islaamka iyo quraanka iyo tacliinta ama afka qalad afka carabiga hadii aanu maftuuxan tacliimul maftuux insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa inuu si khayr ah ugu socdo. Waxaan hadda ku soo dhaweynayaa marabaad ku celinaya Sheikh Abu Mus'ab inuu sharaxo kalmadiisa برنامجك يوينو يا برنامج وعاوه هلكن نجونا فلتفضل الشيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والضد والنذير، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
الحمد لله ولا إله وما تسكى سبحانه وتعالى ما هذا أن الله إسكله ثم وحام هذا إسكله قبلها ما شاء الله سيأجيبي وخير كبضنا هل كان يميت سان أكل فائدة سنة وحاك الله إسكو سود بردان أمه دعليننا أمه النور الغرفة الدعوية يمام الكيدة دورة لما قع بحضي دورة التعليم المتطور دورة التعليم المتطور في اللغة العربية والتربية الإسلامية دورة أما كورسة تعليم هرمرسن اللغة العربية والتربية الإسلامية إعداد وتقديم حاد دياري الأستاذ حراد معلم محمد يوسف أبو مصعب دورة تمهيد جوجل ديك نقاط ككو أن قال دونا حاوي أهمية العلم علم مهمة دولة لما ركو ورط علم وحاوي هو إرث الأنبياء والنبياش دحلكو العلماء ورثة الأنبياء علماء وحيد دحلين النبي وحاكو لقضب كاللبادة علم يبغي العلم علم باقي نغناي ويخلده ويخلد وراء علمه علمك إلى قيام الساعة والجوغاية يقوم أهل العلم على أمر الله قلبك سدحان أهمية اللغة العربية مرك عن قال لنا اللغة العربية أهمية ديلا اللغة العربية هي أشرف اللغات اللغة العربية واللغة العربية والشرف بها وأفضلها وغنى فضل بها سببتنا محاوي اللغة والشرف بالنات وغنى فضل بالنات لأنها لغة القرآن الكريم ولغة القرآن ولغة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ولغة الرسول كنغا قضب كاللبات وأهم يفضل كذا حاوي لهذا اللغة هي لغة الإسلام والمسلمين دين إسلام حكو قرآن اللغة العربية المسلمين تنوى اللغة دوذو يقولها الله هذا البرنامج مرك برنامج كان عن عاوة كده فرين عرق إنجريسكا قاران لندن هو برنامج تعليمي وبرنامج علمي يمكن للطالب يمكن للطلاب أرداد أسر تقلين هيا أرداد أسر تقلين هيا تعلم الابتدائية ابتدائية برايمريك إنه برطان والإعدادية دكسك الدحاء والثانوية دكسك الصرع الشرعية ابتدائي إعدادي ثانوي والشرعي حياة برانيس برامج كان كبرانيس وحات كله كبرانيس واللغة العربية اللغة العربية وهم في بيوتهم تدك أيو قروها هذا الجو أيوه جروج جوا هي برنا وأعمالهم عمل لذوذن أيوه الشقوين كوجوا وأسواقهم سوق قوي كبرنا سيدا وكبرنا وشيء جدًا برامج كان مركا صار شاشة ذكاء ركتان مميزاته وحيال مميزات دائرات هذا البرنامج أيوه معناه برنامج مميزات وعوض دائرات وجب حسين يا هاي برنامج كلا هذا ركتين لكن برنامج كان برنامج أذكره وقب حسين مميزاتك وتحاوي كو كتب تعليمية مطورة وكتب علمية سن الهرمري قلب كلابه وتحاوي دروس مرئية وسمعية وعشرة مقال يموقال هو برنامج كان وحقوني دي ليه هي كمتها وكلوة أنشطة متنوعة نشارات في الفرعوني كالجدسان عمرك قلينا المستفيدون من هذا البرنامج يا كفا إذي سنة برنامج يا كفا إذي سنة كو حكفا إذي سنة كبار السن رجالا ونساء تتكواوين ركي الضمر يا كفا إذي سنة لب المعلمون وضلاب العلم معلمين يضطك علمك ضلبة ويكفى إذي سنة قابك يغفى إذي سنة واتقدون
التجار قنعصتها وحاكولا كفا إذا سنة والموظفون تتك الشقالها وحاكولا كفا إذا سنة الصغار تتكيرير يطلاب المدارس ردد إسكولات خليت ولك برنامج كواقيبة بدنية برنامج التعليم المتطور برنامج جدا تعليم تحر مرسن كو وحكا كوبية هاي قضب بضان سوصعب قضب كوضو حاوي برامج تعليمية للأطفال الصغار وبرامج برنامج جيو لولو ترقى المها يرير في مرحلة الروضة حنانة دا مركا ديگان ايام حلقة حنانة المها لقين برنامج من الدياري ناي مركز الدياري ومركز الارتغاء لتطوير التعليم المؤسس هذا المركز عامر أحمد ميو رحمه الله حفظه الله ورعاه قلبك الله بعد وحاوي برامج وبرنامج للابتدائي الشرعية دكسيقة خاصة والشراعة والإعدادية دكسيقة دحوة سنة الشرعية يو الثانوية تكسيق السرع قلبك سدح وحاوي برامج تعليمية للغة العربية لغة عربية انت سكو كوبين هاي واندول تقين نمر اولا برامج تعليمية للأطفال في مرحلة الروضة برنامج هذا المها يرير حلقوا براي ايقو جو حالة روضة معناها الحضانة مش حنانة دي سومالي ده الما يرك اللقي عنو قمركو يري هاي وآتكو يري هاي حلوظ تكلاقي مواد أيان الضيارين تعليم الكتابة والقراءة إنو برتو سيدا وحلو قرى اللون أقري كو تعليم الصور القصار صورة ده قاقابا قرالكو إنو برتو قران من فاتحة إلى سورة البلد أيان الضيارين سدح تعليم الآداب والسلوك المهي يرى انت ماشي يرتك الجيران حنانة اما مرحلة الروضة وعنق الجوغوة انو آداب تبرد مدارس تروانا قم مغنيت آداب تين لبر وحاكونا الضيارين نقضب كأفراد تعليم اللغة العربية للأطفال عرور تريري لغة العربية إن أنبرنا لغة الإسلام نوادي هل ما أدو الاستاغين المادة الأولى مادة كوبات تعليم القراءة والكتابة أقرسك يقرالك يتكون من أربعة كتب حكا كوبين هاي مادة كوبات أفر كتاب كو تعليم القراءة والكتابة إنو أردغا ويري أردغا حنانا ذو الجوغة ماش روضة سيدا وحلو قرأ يسيدا الله أقري الكتاب الأول كتاب كوبات ويركز حق سارايا على تعليم حروف الهجاء فقط حروف ألف أحملة حروف الهجاء حروف ألف ك أي حق سارايا حروف ألف ك أي حق سارايا كو كتابك اللبات تعليم القراءة والكتابة أقرسك يو قرالك الكتاب الثاني ويركز حق سارايا على تعليم حروف الهجاء حروف تعرف حملة متحركة لوشقل بالفتحة كردك إيو الكسرة حسن إيو الضمة هو مرحلة حروف الهجاء يكسو أتكاضي حبو قلبات محاكو قرن كردك حسنك قد سدح تعليم القراءة والكتابة الكتاب الثالث ويركز حق سارايا على تعليم الحروف الهجاء منونة حروف الهجاء أو لو شقل بفتحتين وكسرتين وضمتين لو كردق إلا بوصدق إلا بقد أربعة تعليم القراءة والكتابة الكتاب الرابع ويركز حق سارايا على تعليم الحروف الهجاء مسكنة
حروف الفهم له وريبن عوي سيد نظامك خاصة ومحكوصة برنيو العسريي خمسة تعليم القراءة والكتابة الكتاب الخامس ويركز حوق سارايا على تعليم حروف الهجاء مسكنة أيضا واللبض لح تعليم القراءة والكتابة الكتاب السادس ويركز حوق سارايا على تعليم الحروف الهجاء متصلة للحريري بالواو والياء واو ياء المفتوح المفتوح ما قبلهما لغهر مريه كردك حروف اللين ما شان كده يجن تجود لح تعليم القراءة والكتابة الكتاب السابع كتابك تضبط ويركز حق سارية على تعليم حروف الهجاء ممدودة بالألف والياء والواو مع النون واو ممدودة حلوغو ديرانا بالألف أنا يو أنا نون ميشان دي جرن صومالي باقاس مدارس طور ولا عسريي وي ألف يواو يا وحروف المد نون لصعب سديد تعليم القراءة والكتابة الكتاب الثامن ويركز حوق سارع على تعليم الحروف الهجائية ممدودة بالألف والواو والياء عفوا وحروف المد كواكن كاس أنا نون وأنا نون حروف المد كواكن وقدم به كان كسو بحنا كتاب كاس سيدة وكا بوغ سور كسادركتان وبوغ ديارسن تعليم الكتابة والقراءة مرحلة الروضة للمدارس والكتاتيب كتاتيب وحالي رأي الدكسيدة هرأي هاي مدارس كتاب سور كسو كوادركتان ما شاء الله حد ما حنقلينا مرك الدرس الأول الألف عنو قيركا عوي ومسكح دي سكوقاتا صورك أولا ويكو قرانت وضركتا يلوين التلميذ أرضي وكالرين هذه الحروف بألوان مختلفة ألف كوال أجودا لحظة أبنا وهبوك عصريس كالرك لدوان مريا الليل تاريخ الدرس أيادك قريسة مارك هل كاس كالسو مارت بيدحة تاريخ دو عنك غادنا ألف كوال لحظة أبناي كان واحد قري عصان قري هذا كان مدو كان عدان كان بلوك حوي بألوان مختلفة كدبنا ثانيا سمرت يرسم التلميذ الألف من الأعلى إلى الأسفل وبابا دبع دبعة كربو كسب بالله وهوس يجي ذا هناك يرى مرحلة الروضة حنان ذي الجوج صورك وهذا الجوج وهذا ركتان ما شاء الله سيد الله سوق رحيم بوقي وكسور كيسة ما شاء الله لنا عن كلام تمرين ليلس بعضي وذوج على إمرار القلم بهذا الحروف وكوع العلناء بعضي وبابا أصلا قلنك كلر ومرنا وكلرينا يا عنق حير الماء يرير كم سكحت وكلر وهذا ركتان تمرين كلبات يملأ الجدول وبوحناية سو ماركت وبوحنا بعض أسكت بقناية وابوغان وديارسية هذا جدان حدانا الدرس الثاني الباء تاريخ درس درس كان تاريخ ذو بحي أولا يلون التلميذ هذه الحروف بألوان مختلف ما شاء الله سعصر بلوسو دياري وكهل كاسد كالار عنق كرانانا ثانيا يرسم التلميذ هذه الحروف من اليمين إلى اليسار من اليمين إلى اليسار ما شاء الله ميدي تكبر الله بايا إلى بدح بعض كواب بأسان تصادق جدا ما شاء الله حبوحنا وكابوغي سور كيسي هذا التمرين على إمرار القلم بهذه الحروف وكوع علنا بعض وابا بأسان ركاد دمنا يملأ الجدول وبوحنا التالي صوصعه ما شاء الله بوغان أيوه هيسانا أرضيك مارك مارو سو كلري مارا أيضا بابا أسان وغوري مرو كوع العليه مركه قال مسكح لي سايا كيدنيس ان شاء الله وكابوغ ودو جودان تعليم الكتابه والقراءه
مرحلة الروضة الكتاب الثاني مقتطفات أيانك سوى قاضنين واتوا ديارسين. الدرس الأول يلون التلميذ يلون التلميذ أرضي كالارينا هذه الحروب بألوان مختلفة أ إي أو لحظة كالار ألف لحظة كالارينا. ثانيا يرسم التلميذ وقرية أيقو بابا أصلا أ إي أو سو مجد ما شاء الله وبوغاك وكابوغي سور كيسة تعليم الكتاب والقراءة الحمد لله. تمرين أدنوكا على إمرار القلم بهذه الحروف أيقو بابا أصلا وديار وكوع العلينا يا تمرين كلابات يملأ الجدول التالي وبوحنا يا وديار سنة. المادة الثانية مادة اللبامة تعليم الصور القصار بوغاتي وصود نميي ألف وصوبرت هذا نوع عبرنا يا وعيودان وصوبرت صورة ذيه تاقابنا ويتكون من أربعة كتب أفر كتاب أيك كوبي كو تعليم الصور القصار كتاب الكتاب الأول من الفاتحة إلى الماعون صورة فاتحة والحمد إلا رأيت أيو برنايا لبا تعليم الصور القصار الكتاب الثاني من قريش إلى الزلزلة صورة الإلاف إلى إذا زلزلت سدح تعليم الصور القصار الكتاب الثالث من البينة إلى الضحى صورة لم يكن إلى الضحى أربعة تعليم الصور القصار من كتابك أفراد من الليل صورة الليل إلى البلد تصاليه وككتابك تعليم الصور القصار للأطفال الصغار في مرحلة الروضة سورك سود جودان هلك سحلوق قرايا الاسم نام مقعي نايم سكولك مدرسة مقعي إعداد شيخ سود يا الأستاذ عامر أحمد ميو ومشكو قرياي قليمان تكلرك وجودان ما شاء الله يا الله تقلو صوق هذا أرضك كصورة. الدرس الثاني سورة الفاتحة يلون التلميذ الآية أيضا بألوان مختلفة وكلرينا كلر ما شاء الله أرضك وكلرينا كدي من وقرايا قلن رصاص وقرايا أيضا بابا أصنا وطان أولا وكلرينا يا مركا لبان وقرايا مركز الدحان والطاو كفر سنايا ميلان حريقة ما فرض بدن وكبو حنا كتاب كيو كاسو كيسادو جدان. الدرس الثالث سورة الفاتحة يلون التلميذ الحمد لله رب العالمين كلا ركا لدون أيو مرينة مركا لبان نوتا أيضا بابا سنة يوكو قرايا مركز الدحان وبطا أيضا عادو قران حريقة ما هاس أيوكو علينا إمرار بوغي وكا سور كيسو تعليم صور القصار للأطفال الصغار بوغي وكا. الدرس الرابع صورة الشمس وحيالا مقتطفات أيان كسو قادرين أما بوغاك تواديار ماشي للقصة حرير لها قدال بنك شيغن يلون التلميذ أرضيه وكالارينا كدي من وقرايا مركو كالاركا لدوان ومريو كدي من وقرايا بقلم الرصاص قلن قري كاو الشمس وضحاها والقمر إذا تلاه كالارينا يا كدي من الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها أيو قرايا لنا عان هدنا كعشر كلا أنصو قاضنا يلون التلميذ الآية بألوان مختلفة والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها كالار كوب الله باي كالار ركا لدوان مركا دنبانا وحاوي مرلواتك وحقوق قرايا قال الرصاص مرسد حاد نوتا حريق مان دير نوكوع العلينا على إمر أبوك وكسور كيسو. المادة الثالث تعليم الآداب والسلوك آداب أخلاق دوين عنق الله براسوك مرحلة الروضة حنانة ديجو ويتكون من أربعة كتاب أفر كتابي ككوبي كو تعليم الآداب والسلوك الكتاب الأول تعليم الآداب والسلوك الكتاب الثاني تعليم الآداب والسلوك الكتاب الثالث تعليم الآداب والسلوك الكتاب الرابع مقتطفات أيضا كسو قادرين كتاب وكاسو وركيسو وكوا قليمان تكلر كاسو اللوبة هي مقع عرض الكاسو الوقراي سكول كوليكتو كتاب هذا ما شاء الله. الدرس الأول تحية الإسلام يلون التلميذ بألوان مختلفة
السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله صور كي الله بدو قفو استلامي سلا بدو عرور ما شاء الله وحان انو كلارينا شرط ما عربي انو اخري لكن اديقا اشيقا كل كور كلاري عيني قمرك ان مسكح دي اشو كما علما تحية الاسلام قعمي والله ساري وكوا الله بدو قفو استلامي كلارك لدوان بوقي وكا صور كيس هذا قبل الذهاب الى المدرسة الدرس الثاني في الصباح يلون التلميذ وكلارينا بألوان مختلفة أغسل وجهي وجهيان دغايا بالماء والصابون بيي صابون كبيو فرن قفكي وجهي دغناي حاصلا كلارك لدون أيو مارينايا وآدابت وإخلاق ديال البرايا الدرس الثالث ومختطفات قبل الذهاب إلى المدرسة في الصباح اسكولك انتو آذين يلون التلميذ وكلارينا بألوان مختلفة أنظف أسناني الكي عيان نظيفينايا بالمسواك أو الفرشاة عضي أما بالكام براشك الكي لغو عضي وكي الكي والله عضي وحان أو كلارينا عينك مركو عفاهم يا إن نظافة من الإيمان كمت آذاب تبع الله براي كلاري بعض أورانيس كتابك كسور كيسو دنا قبل الذهاب إلى المدرسة في الصباح الدرس الرابع يلون التلميذ بألوان مختلفة ألبس ثوبا نظيفا حن كل بالسنايا در نظيف ظاهرا جميلا ظاهرا قرح بلا حن بورك شارك وحك فناند وعصرا أيو كلارين عن فهم يا مركا إني نظافة إيوانك سنت وكابوقي تعليم الأداء والسلوك كلارين توتها وذو جودان ما شاء الله الدرس الثامن آداب وقضاء الحاجة سيدو حاجة أقضن له يلون التلميذ بألوان مختلفة أدخلوا وانجلنا برجل لقطة اليسرى سخش انجلنا وطاكو الباب كي يكو سورا أستطر وانسكو أسطر وانسطر ولا أتكلم منها الله كالصور وحان أطنو كاللارينا عيني قمركم حوكا فهما كالاركان فهما يا وكا علما يرى مسقوش قلاي مسقوش وطا سور كيدي وانس استرى يا ديغا وشيغا ما نها الله وانا كلا رينا يا وبرنا يا اذابتس انا مسقوش لغا هلين ايو سوير برنا يا اذابتو كده وكا اذاب قضاء الحاج ازيل النجاسة بالماء يا يلون التلميذ ومر الباكو قرات ماشي قرأ بألوان مختلفة سور رضا إذا بيك للدوان أيو سارايا كالرك للدوان نجاسة أيان إسكي زولينا بيو أستعمل وحان استعمال أيا يدي اليسرى قعنتي إذا بدح كامسكوشيا مشكو صور بيه وكوا وحاصر أن كالرأي بعض أورانيس وفهم أيا المادة الثالث تعليم اللغة العربية ويتكون من ثلاث كتب أيكا كوابانت كو تعليم اللغة العربية للأطفال الكتاب الأول لما أنت ذوال هيا تعليم اللغة العربية للأطفال الكتاب الثاني تعليم اللغة العربية للأطفال الكتاب الثالث ثانيا برامج كلمة برامج للابتدائية الشرعية والإعدادية والثانوية برنامج كمرحلة قدتك واوينة كلمها مصور دمين صوكران برامج كاللبات وهكذا الابتدائية الشرعية برامج من الدكسيقة خاصة الشرعية يتكون وحككوبية من خمسة فصول شنغلاس مواد الفصل الأول فصل كون نادوين كتكو غانيس الكتابة والقراءة دتكو وين كتاب حليهم بوك فربر اللغة العربية هي التوحيد الحديث الفقه وما دذا فصل كوبان حاض غاضنيسا الكتابة والقراءة كو اللغة العربية اللغة التوحيد سدح الحديث الفقه انت صد غاضنيسا مرحلة دكو مركا صور كتربية الإسلامية واك بوقي سيدان ووقي نوعان وأيو ايقيا وادركتان شاشة دا ما شاء الله التوحيد الحديث الفقه الأول الصف الأول الابتدائي يا كقرن
شغل في التأليف الأستاذ عامر أحمد ميو وأبو قاس حل بوق بيس كل جيران توعيد كحديث كيف قيل عربي كان وأبو كلا بوق كلافر بركة وأبو كعربي كان اللغة العربية لبضان كيف بركة عيادة الغانيس مواد الفصل الثاني اللغة العربية كو كيف بركة كهري التوحيد الحديث الفقه وهل بوكسلا وفصل كلمات وبرايمري من دوكسيغا هوس مواد الفصل الثالث ما دوين فصل كسدحة اللغة العربية التوحيد الحديث الفقه حنجونا مرك فصل كسدحة المريس فصل كلمات بوكي سيدا سوقيا اللغة العربية فصل كلمات تربية إسلامية ساسي وقتها بوكي التوحيد الحديث الفقه وذو جودا صورك مواد فصل الرابع اللغة العربية التوحيد الحديث الفقه السيرة اللغة صدرة ترقي ولغة كوريناية بس كحد هذا يا لغة كوريناية سيرة اللغة صدرة اللغة العربية وفصل كأفراد التوحيد الحديث الفقه أول جول السيرة اللغة صدرة مواد الفصل الخامس فصل كالشناد ما دوين كيسو كو وحوي اللغة العربية التوحيد الحديث الفقه السيرة الرياضيات حساب ولو كورينا ابتدائي هالكاس ايو كاكا نمالي برايمري شن فصل شن فصل برامج وحصواري اللغة العربية برامج اللغة العربية وحوي يتكون من ثلاث مستويات وكوكوبيا سدح مستوى درجة مواد المستوى الأول وحوي اللغة العربية خط النسخ الإملاء اللغة العربية ندبرت خط النسخ فرق رحنت يأمل الإملاء مستوي صلابات وحكوكوبيا سجنا مواد المستوى الثاني اللغة العربية خط الرقعة خط الرقعة النحو الإملاء الصرف تصل وبراي مواد المستوى الثالث اللغة العربية النحو الصرف البلاغ خط الديواني خط ديوانك الأدب العربي العروض ما شاء الله علمك أصلا بالغ وبراي برنامجك الثانوية الشرعية يتكون من ثلاث مستويات حكومية دكتورة سارة الشرع هذا مواد سدح درجوك كومية صغير مواد المستوى الأول وحاول غبرنا التفسير كو الحديث لب مصطلح الحديث سدح التجويد أفر الفقه شنطس ومستواه كوبت يحب برانيس مستواه لواد مواد المستوى الثاني واد وجد ان شاشدة التفسير الحديث التوحيد الفقه أصول الفقه أصول التفسير التاريخ وجود شاشة مواد المستوى الثالث الفرائض الجغرافي اللغة الإنجليزية اللغة السواحلية العلوم الرياضيات مركز حكوية لكانيا نيروبي سيكس إستريت شروع دي وحكم ده إن اللغة السواحلية برد سيدو شهادة قالت ما شاء الله مركب برامجك إعداد جينا وانه إن مركب ابتدائي قد ما يسيت أيادي إعداد أمانيسة ثانوي مركب واحد وجودا ولا نلقى الشحرير إن إيميل كم جيميل كأبو إلهام اللي إحنا نستقال at gmail.com موبيل وجودا واتساب فيبر لمركاس سويدنا أياد سيف غريسانيسا واتساب فيبر باكوس وبعاية حاكلون لغس حريري كرتا وابسايت تعليم.com يوتيوب كوادو جودان شاشة دا تعليم ميديا وحاكلون لغس حريري تان وابسايت كمركز كوكا www.تعليم.com مركز الارتغاء للتدوير التعليمي مركز كارتغاء داركتان تعليم يوتيوب كوادو
وحلقاس أنا لقى سو حرير كرتان ودود جدان ما شاء الله ودود جدان مركزك تعليمي دي شكرا thank you وحنا دسينا يا كلمة دي هذا أنا كم إذا أرتدي ذا أو open education كا أما التعليم المفتوحة وإقبال عبد الله وأرتدي ذا كم إذا فلا تفضل إقبال بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنشكر للمدرسين والمعلمين الذين أسسوا مركز الارتقاء للتدوير التعليمي الذي استفدنا منه وانتفعنا به فنقول لهم جزاكم الله خيرا وخصوصا أوجه خالص الشكر إلى الأستاذ الفاضل والمدرس الناجح الأستاذ أبي مصعب حفظه الله تعالى ورعاه لجهوده الجبارة وعنايته ومتابعته فنقدر له جهوده المضاعفة فنقول له أنت أهل للشكر والتقدير فلك منا كل الثناء والتقدير كما أشكر أيضا للأستاذ الفاضل عامر أحمد ميو حفظه الله تعالى على جهوده الطيبة فجزاه الله عنا خيرا وأشكر كذلك للأخت الفاضلة أم نور الدين ولغرفتها أمهات النور على ما قامت به من الجهود في هذا السبيل فجزاه الله خيرا كما أشكر لجميع الزميلات وأشكر للحفل الكريم وجميع الحضور وفي هذا المناسبة المباركة أرغب جميع الأخوات في الله أن يستفيدن في هذا المركز مركز الارتقاء للتدوير التعليم وأن يجتهدن في تعلم القرآن والعلوم الشرعية قبل فوات الأوان أخيرا أقول لكم جميعا شكرا وألف شكر لكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا إن شاء الله وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحسين يا هذا الكلمة ذا. قبل قبيه حفلة يسكت برده. حفلة أنا وذكر الإنسان وبدنا كنا سويسن. الآن هباء والإسماعيل ومنور الدين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته أنا طالبة من طالباتي مركز الارتقاء للتدوير التعليمي كنيتي ومنور الدين بدأت أتعلم من هذه المركز من البداية وأنا يوم مسرورة بهذا المستوى الذي أنا عليه حيث أنني نجحت في اختبار الفصل الأول بالمرتبة الأولى ونجحت في اختبار الفصل الثاني بالمرتبة الثالثة فالحمد لله على ما ألهم به وأنعمه وأسأله تعالى المصير من فضله فنشكر للمدرسين والمعلمين ولكل من مدى إلينا يد العون ومساعدة تعليما وتشجيعا وتأييدا فنقول للجميع جزاكم الله الخير وبارك الله فيكم وعلى وجه أخص أشكر للأستاذ الفاضل أبو مصعب حريض معلم محمد يوسف حفظه الله تعالى ورعاه لما بدله من جهد في تعليمنا فجزاه الله الخير كما أشكر أيضا للأستاذ الفاضل عامر أحمد ميو حفظه الله تعالى على جهد طيبة فجزاه الله عنا خيرا وأشكر كذلك لجميع الأخوات في مركز الارتقاء للتدوير التعليمي فجزاهن الله خيرا كما أشكر لجميع الزميلات وأشكر حفل الكريم وجميع الحضور وفي هذه المناسبة المباركة أراقب جميع أخواتي في الله أن يستفدن من هذه المركز مركز الارتقاء للتدوير التعليمي وأن يجتهدن في تعليم القرآن وعلوم شرعية فشكرا لكم أيها المدرسون وشكرا لكم أيها الحفل الكريم وشكرا سميلات وصديقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
aan masha Allah tabaarakala wa face kii koowaad insha Allah way nusku iman doonaa inagoo ka wada hadlayna muhiimada aynu hadal suugnimi iyo halka aanu ka bilownay dugsigan alxamdulillaah waxaanu bilownay 17 of March baanu bilownay hadda 12 bilood ma aragtay jiray basic baanu ka soo bilownay carabiga xaqiiqdi juhdi badan baanu soo galnay alxamdulillaah anigu I'm so disappointed last time because waxaan doonay inaan wankii ku celiyo tri baan galay alhamdulillah wala shi baa nuhaneeyay ee fasalkiisa carabiga ay mu soo sheegay koowaad waxaan galay number 1 hadda kii labaad number 3 baa ku guuleystay oo so disappointed macallinkayga 7 days labaan hadlin aan masha Allah tabaarakallah aan masha Allah jahdigaas aanu wadnaa wuxuuna hoos imanaya programka ni qeyrka ku dhaafiya qalinka qaado xaqiiqdi inuu qofku wax iska goyn karo anigu carabiga quraanka waa soo dhigtay laakiin carabiga maana qoon maalin baan go'aansaday inaanu barano so easy waxa weey ma aha easy inaad barato laakiin qalbigaaga marka ka goyso ay ka go'an tahay haday quraan tahay haday carabi tahay ba mustaqbal dheer ba kaaga dhex muuqanaya waxba ka guuxaya waxba raacdaynaysa waxba ka maqan so you have to easy ma aha of kasta markan wuxuu ka kooban yahay laba buug wuxuu wataa muuqaal maqal iyo muuqaal weeye tarbiyatul islaam wallahi markaan akhriyo sometimes waan weeye sababtu tahay adaabul islaam oo dhan baa ku dhan siduu qofku dadka ula communicate gareynayay iimaan baa igu kordhay soo last year kii ugu dambeeyay sababtu tahay waxaad iska dhex arkaysaa halkaad u socoto especially waxaad ka dheehanaysaa markasta ma aragtay noloshii rasuulkii subaan calayhi salaatu wasalaam iyo aadaabtii iyo sabirku siduu yahay iyo ma aragtay asxaabihii iyo dagaaladii loo soo galay diintan iyo midhahan aynu maanta guranayna basically halkay ka yimaadeen marka dhexdhexaans so easy maaha saqda dhexe macalinku waxaan maanta anagu maad wad mahadsantihiin bikaso anagu macalinka inuu hadda halkan hotel agteenaa buu degan yahay wuxuu u yimi keliya caawo keliya inaynu saarno waddankiisi uga yimi xaqiiqdii waanagii nidi yacnikee aynu halkaas aanu ku soo dhaweynayna saasaanu idinku soo fadhinay gogosha marka waxaan leeyahay dadaalku waa muhiim dadaalku waa wax wanaagsan absolutely xayaata dareemaysaa maalintaan bilaabayay waxaan lahaa waa too hard laakiin xayaata dhexdiisa nolol baa ku jirta sababtu tahay aayaadkii baad arkaysaa axaadiistii baad arkaysaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu inaga naheeyay aad arkaysaa wuxuu kugu booriyay baad arkaysaa believe me guys xataa maadiyan wixii aan dhiganayo kale ii fududaysa sababtu tahay encouragement dadka ku siinaysaa markada aragto sida wax loo dhiganayo yaa you have to insha Allah inagu waynu isku hadlaynaa kulley way inaga tegi doonaan laakiin waxaan leeyahay mar walba dardaarankeenu wuxuu yahay why you don't improve guys caawa waxay nala joogay young generation xataa waay buurahan iyo gidaaradan ina hor yaalla kursigannaan aynu xagga isaga leexin karin yes we are maxaynu isaga leexin weyn because we don't want to trap we don't want to touch dan sok inuu xagga dul leexin ma leexmanin waxaad odhaysa ugu hor gudbay qof kastana buur baa saa ugu gudbay buurtu waxa weeyaan waa waxa qalbigeena intuu heyi ka soo go'ay aanaynu taabanayno dhaqaajinayo waxbaynu baran karaa macallimiin baynu noqon karaa akhiradeenaynu waxan karaa yacnigi qofka saau dhimanaya su-aalaha xataa qabriga inoogu diyaarsan ka war haddaanu qofka halkan ku dadaalin halkaa kagama baxay so caruurtan iyo waxan iyo waxay u baahan yihiin inaynu wax barano nolosha xataa carab bay naga rabtaa haddaanaynu nolosha wax u baran xaqiiqdii kama gudbayno dhibkeeda laakiin haddaynu maskaxdeenu furfurro rabbiinagu arsaaqay wax badan baynu faa'iidin والنسيم اللي نحن لها أدى ومهسلتين أخواتي في الله إنا معلم كان نسول ويسير إنا ما أنت الله يتسكو عرقنا إنتي إنا إنه هو أحل كان نسولني مي ويدون تمارو واحد اللي دورا لكن ما أنت الحمد لله مصوب براو هابي بانا هاي الشهيز معلم كان حالي بقول لي يبيني وين يرمو تلفون بانا دي أنا يتكو ذهبني وحل يسكو برتو الدين تسلام كأي أبو الأسد wax qof lagu xiriiriyo qowlka Ilaahay baa ugu fiican sababtu tahay qowlka Ilaahay jacayl iyo wanaag buu ku beeray deebli baa du dareemaysaa laakiin qofka markaanu ka sadiyo ilmaadeed isku barano waa meel gaaban weeyaan xaqiiqdi laakiin qowlka Ilaahay qofka markuu idinka dhexeeyo muhiimad weyn baa idinka dhexeysaa kalgacal weyn baa idin dhexeeya la arkay inaad cadaab kaga baxsato ajar inaad ku hesho waayo dee waxa weeyaan wixii la idin isku xiriiriyo wixii ugu weynaa anyway isku xareynaynaa baa mahadsantihiin salaam aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh jazaa jazaa allah khair ya munuruddin wa mahadsantahay
waxaan ku soo dhaweynay hadda aniga lafteeda wadada aan doonay meesha kale habariirtay baan caawa arkay aan hore u arag xaali maxamed xuseen ummu jibriil waxaan aad iyo aad ku faraxsanahay gabdho badan oo codkayga maqli jiray oo caawa halkan isaga wada hor fadhiya maasha allah barakallah wiila reer mahata nuruha dad quraysha maasha allah maasha allah maasha waan bacaa waan yaabanayba habeen iga farxad badan ma jirtaba macalinkaygii oo kitaabo maaragtay ii dhameeyey oo maaragtay sida qur-aanka loo akhriyo iyo nidaamkiisa iyo xukunka qur-aanka ay baray abu mascab iyo maaragtay axmed cawl ismaaciil labadaba waan u mahad celinaya maasha allah oo dheegayga fadhiya maasha allah halka kan waxaan laynoogu sheegay caawa in laynoo wado qeyrkaa ku dhaafiye qalinka qaado walaalo hablahaygiyo haddaynaa wax baran oo qalinka qaadan oo aynaan maaragtay dadaalin innagu unba hoos u dhacayna haddii aynu dadaalo horta waxaan la baran karin maba jireen adduunyada maxaa waxaaba jirtay jaynaha ugu adag maraafko de waa juuja wax la xita ciyaalkooda maaragtay markay magaca u bixinayaan waxbay tuuraaniya baan maqli jiray dhakhaatiir baan iyo nuuradiin la shaqayn jirtay markaasmkaasaadhuxanusaanwaxaansaad u barataa dhakhtar ju dhakhtar juwin dhakhtar ji dhakhtar ju nimanku magacyo xuma waanu yaabi jirnay ma ogtaa marka waa afka ugu adag haddana waad aragtay inamadeen imika waa loo diraa jaynaa loo diraa jaamacadii bay kasoo qalin jabiyaan waa dhakhaatiir inamada yaroo juujaada iyaba waddankeennii ka buuxa oo ilaahay yaab kuu keenaya berigan aniga nuuradiin shaqada bilownay nin quraa afka jaynaa ku hadli jiro dhakhtara dhakhtar axmed allah yarxama fi janna wuu dhintay imika wuu dhintay waanu yaabi jiray markuu afka jaynaa la hadlayo iyo waa yaabi jiray waxaan xasuustaa maalin maalmaha ka mid a ayaa aniga nuuradiin ayaa nin dhakhtara oo jaynaysa ayaa niiqa ugu yidhaasho waxa weeye waxa weeye dee hawayu oo kale de macaan garansa markaasuu annagu markaan de waa aragnay subax walba waxaanu nagu leeyay inay hawariyu tahay dabeedna nin baa nala shaqeeya nin weynoo markaa odaya ayaa qeybta shaybaarka labadeeda nala jooga markuu soo galaabaanu dee afkiisa kale la garanmayna niiqaa baanu ku nidhaana mogta hadhow buu wuxuu yidhi na waxaan idin weydiiyey maalin walba niiqa baa ninkan ku tiraa niiqa amay cayba taha ile ninkan unbaa idinku yidhaahe noo noo baanu ku nidhi ninka dhane dhakhtarka ah intuu jayno ka yimi halkaa yimi cayo noo soo diyaarin maayo subax walba miyuuna caayaa ninku wax dhici kara maaha ninkaasi waxa weeye wuxuu na leeyahay wasalaamu calaykum taduun wuuna salaamaya annaguna nayuu ku waari maqas aha niiqaw niiqaw maalin walba saasaanu ninku ku salaamaa marka waxa weye waxyaaba badan baa nuuradiin isla soo maray walaashay bay ahayd maaragtay dada dakhaatiira oo maaragtay gobollo badan kasoo shaqeeyey baanu hayno soomaaliya ku yaalla dadka oo dhan annaku waxaanu nahay dad maaragtay afkooda iyo luqadahooda iyo lahjadahooda yaqaana oo muddo dheer maaragtay soo shaqaynayay marka waxaanu idin farayaa oo aan maaragtay dardaaran wanaagsan aan idinku siinayaa kayrkaa ku dhaafiya qalinka qaado fadhiga halaga kaco caruurta igu badan iyo wallaahi ilaahay baan idinku dhaartay caruurtaydu maasha allah baarakallah koobkoob iyo toban bilood bay kala weynyihiin labada ugu badanna sanad bay kala weynyihiin weligayna shaqana kama tegin waxaan xasuustaa intaan cisbitaalkii kasoo shaqeeyey oo farmasiga aanu lahayn iyo brayfadkayga iyo meeshii kasoo shaqeeyey dee jibigii waa wada garanaysaan iminka jibi baa tiraahane aan kasoo shaqeeyey ayaan habeenkii fooshay oo muray ilaahay baa sidaa igu og siminaar baan soo galay anigoo habeen horo kale u mulay maxaa iga galay body tide baan soo xidhay jow qofti saasay u geegsan tahayo dee military waan iska soo fadhiistay ya markaasaan halkii baan ku galay moogta ummaddii way yaabeen waxale gabadhana waa gabadhii habeen hore ugushay subxaana allah mee shaqaynaysaa ha marka waxaan aaminsanay wax kaa hor istaagi kara tacliinta ma jireen haddaad caruur badantay haddaad caruur yaryartay qur-aankaad baran kartaa wax kastaad baran kartaa diinta ilaahay baad baran kartaa cilmiga maadigaa baad baran kartaa wax midda kale waxbarashadu caruurtaada akhlaaqdooda ayaad dhisaysaa walaalayaalow dee caawa isna baranayo maaragtay cilmi badan baa halkan inooga kala kordho wejiyadeenniyo berika maalin haddaan erka oo inantaas u arreer umaata nuure baan odhanaya dee waxaanaan idin leeyahay maasha allah baarakallah aada baan idinku faraxsanay idiina jeclay dardaarankayguna waxa weeye haddaan caawa dhinto maxaan kaga tegay reer umaata nuur qeyrkaa ku dhaafiya qalinka qaado wax aan la baraninina ma jiraan wax walba waa la baran karaa af adagi ma jiro carabi ma adka carabiguna dee qur-aanulcarabiya haddaanu qofka carabigii akhrii karan qur-aanka miyuu akhrii karaya soddonka qur-aanka walaal miyaynu xafidi karaynaa sa inaga qur-aanka ilaahay jecel sa inaga kitaabka jecel sa inaga sunnaha rasuulka jecel sa inaga kitaabka baranaa wallaahi aniga way la yaabeen magaalada aan ku noolay guri baan isku xidhay war gabadhan maxaa meesha geliyey
انت سو كتابه يصعد وكان معلم كي يجي لما كتاب كداية المستفيد في احكام التجويد سرعين لما امتحان كي واكنا هون فانا ينعاون ندقيس تغير مات النور وهاوين كي فانك شان يا طبعا بكس حي دا ويودي وبقول بيودي كان تواد قرانا يسان شان يا طبعا كي بوان سارة ما علي سو ما هين ما هم تبريم ما شاء الله كودي ان تنكلا امارة اللغة العربية حوجا وح كتابة فربضنا وعندكتا وقت جونا ويس أمي حوايا ونو ويجو بدايهين مرك أسد الدراد دي أنا عربي قلفت جدنا وبرتا كم هو سيو ما شاء الله وانا تعلاي وانا نقدي إسلام كا النبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي دي النسو بنبي أكو هذي تري يا قروح لبضنا يا أخلاق ضفيعنا يا دقال كبضنا يا دين توسو هالجمي يا نسو جارسية يا برتا كاني ولا راح يخير كبضنا آدبان دين تعلاي دمانتي وانا دي تعالي غير ما تنور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي محمد حسين إلهي خير كسيو وارنتي يضا حول الله نسكت جرام بيادو تدا شيء ولي بوضي يدنا وانا اختر عانو صوماليا نسمون من أقول لي وي أدبا ودا ما تسنتيهين وحان في لينا وحبا در كلا كرسرني وحان هدا كوير علينا يا وكلمات در دارنا إذن ورانا يوفي عن قولي با aan hadaan jiraad kale oo idinku soo dambaynaysaan sheekh abu mus'ab sheekh safali tafadal ah bismillaahir rahmaanir rahiim wax yar al ilm wa ayaan wax yar ka taabanaa daama daan barnaamij sharxay dalabul ilmiga ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri shayda allah wa annahu la ilaha illa huwa al malaa'ikatu lil ilm qaayiman bil qist ilmiga ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu marqaatiga ku yahay malaa'igtana waa lagu cadfay oo lagu xiray waxaa kaloo lagu xiray ulul cilmi dadka cilmiga u saaxiibka ah marka dalabul cilmiga nabigu wuxuu yiri fariidatun calaa kulli muslimin wa muslimatin qofka dalabul cilmiga wuxuu waajib ku yahay inaan walba iyo inaan walba dalabul cilmiga xaqiiqatan horta waa hablaha waxaan ku ammaanayaa marka lasoo galay dibadaha ama yurub ama america meelaha wax waxbarta haweenka u badan رجوا واه مشغولين مش شغل مشغول السيم مد واحد كله مشغولي حقيقة النوع والباء واحد قال لك كحيران أو قال لك وما تنورنا عشرة بضم باكبها تفسير كباكبها نحديث باكبها لو نحوي باكبها تجويد كباكبها عقيدة كباكبها أنت أصلا هواين باكو حيران جزاهم الله وخير إلهي أبرك أجرك السيو مركب طلب العلم جا وحدا علماء من اللحدي وماش ضربتها أما ماشة ومعنا عنق مركو دشوه إلى اللحد إلا إلك لقاعد جاي قبرك علمك مرة ما هو إلى أبو كير سبحانه وتعالى النبي محمد وقول رب زدني علما نبي محمد هو وحاض هذا إله علم يكردي ما قفك إنه مركو قنع وحير أدبرت حقيقة وحير أدبرتي صلاة بس يا أتوك تدل برت إن قنع مقنوع نغتمه وإن هذا هنصر الله وعاكلوا أوغان قد أكتين قفك طالب العلم جا وحول بالورد يبلا وحول بالورد يبلا قف وح معناها الله هلا فضيد مجرو مركو حلو بهاي هاي بوات الدنيا شيء إنه وحكوف دي حقيقة ومنور الدين يا إقبالي ما أمان أيو لكن قراء ومنور الدين ألف كي قبل الله ذي من جد وجد ومن زرع حصد ذي قف كي الدلالة دلال كي سهلة قف كي بارتنا بري سهلة مركو حاوي حقيقة قبل شرف لاتين سواء جيبي طالب العلم جا تقوضنا ويكون كرنيس سو ماذا عكومة لبح نينو أن أقولنا الله كرت إذا معناه وحوق ما لنا مكلل وينات موكت مركو حاوي قف كمركو علم جا لي هاي وحياة ربنا بتك جاب سنيس هذا نوع كل علم مهين يا هاي ضد وحاسوب بحياة السوشيال ميديا كوب بدن أمريكا على مدمرة على ضدك بدلا يبو يا حلاقي أبا فصحى إنه لا فصحى أذن بالدين تتقصوا دلالة كبدلة أيد وإنت كاسو قلنا مركو حسن وحقوق قفك كلا ساري كرا إنه علم برت علم جا مركا إلهي سبحانه وتعالى تقوديس أيو كود وين أيه مشغول كنا مدة ما إلا لقد أنت ومشغول سنة علما مشغول كجار لقد ما نعي ملا مركو حاوم مشغول كإنا تنظيم الأوقات إنا وحي النذامسيد إسكال النذامسيد وقت السيسيد oo waxa way Allah subhanahu wa ta'ala dirtin wax u barat cilmiga waxa la waxa loo baranay laba arin al ikhlas hart ilahi dirt in ka yihiin markaas wax ku taraaya markaad barato kadibna aad ku dhaqantid marka waxa way nafsadeedii tiin waxaan isku dardaarmina
عبسد الله سبحانه وتعالى يطلب العلم والنبي جنيري طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة قبر والب إن والب ولا جرب علم يدبر الشديس حقيقة وأن تكفى إديسا وحاكله مهين ويا هي أساسيات إن تبرتيد عرورتا حقيقة هذا عرورتا علم كريان وكلي دايا حقيقة هذا القرآن كعنق جاجا أو ذمرك العلاش الجلس كذب للشيء وعنق القرآن ككار مرة هذا عاون كرين يا هو عب أذكر وعاون معلم العمد معناها وارد بأي من عقيري معلم قبل التجويد أوصل دقنير محايل وكسى الله يرى أن التجويد كما قال أبي عاوي لا دوير أنا وحكم كما قال مركب وحكم كبر يا دوير القرآن بس أقولك يا مركب علم جاجا هذا كعنق جاجا الشيء سكر الشيء هذا كأقان سرعي نولج كوا عب كوتها يا وعب وحلا غير كوت حتى أضياش إنجليش كأنا أكل إنجليش يقون أضياش إلما وكو حمانة اللغة ده قنحت يا مركو عاوي اللغة دينا لبرتيد إن ودن كجوكت لبرتيد إسكال كوحيالا أنا قاران يكسو عوضان سويدش كان ولي جوكنا عاوي المهي مركي كورا عان وضركتي ولقاقو ورماي وحبر الشدو دي يا عاوي أدي مرول مركا قالا ده مهي لايان ترجمان من مرو حال ربا أدينا عونيك قاقات قال معلنك هذا معناه الله اللي كرت. ركوا حلو بأمرك الله قد يودن كائنات برتيد أقانتي الدين تنا الحاجة هاي كتاي ما دينا ذو حكان مرك. ركوا حلو بأن قفك مر والبا عبسيد الله سبحانه وتعالى ثم طلبوا العلم جا. إنها تكد ذا الشان أو حاول أضل قالتان وحول بأمرك الله بالله وأذقين. مرك نفس الديدو ما شاء الله يتينا وحنسقدر دار من عبسيد الله سبحانه وتعالى هي إن طلبوا العلم الشرعي. علما ذو حين أمرك قاركود مرنا عبادة فضل بدن مرنا طلب العلم هذا حوا حالات هذا الدون كمرايو إنه قفك علم جبرت وواجب حيا لسه داين شغى السوشيال ميديا وحكوب بدن ده الدين تدبر رجاي وحوي كبدلا يا ذي دمبو يا أيرا القرآن كوحوي يتو ساقاته حديث ساقاته أيو كل رجاي كذا هر واحد جالس في الله الشك إنه إله الشك كأجلي لكن هذا حكوك كلا صار كرتها إن العلم جبرت مركب برنامج كان شيء غير الله سي عامر أحمد حفظه الله تعالى وحي ودياريي وهددك دبداه الجوغو بوغي وحي لوغو دغيسلا مقلي موقال او اسكو دغن ما شاء الله انا لغا سو خريرو تعليم.com اما امهات نور مملكيده قفكي وها وي فربركو كبلاابنا الا هاي سكولان وديار مر ولب وها وي وان لوودين ان شاء الله انو الله سبحانه وتعالى اوغو دواوين اوغو دوامينو وحان كلو اياد اوغو فرحسنا ان اصبرنا وا مهين ومجبري لا كتابو بدن با اندمي عاوان برتيبو عاوى يغرس ولا أم نور الدين تحت عاوى يغرس إقبال وعدن مركة تاسو حيكو تصيني سا الأخوة الإسلامية إنما المؤمنون إخوة يا أم نور الدين أو مصعب حالا يمقع يقبرت حتى ما يقول وغيران سد حسنان كتابا نودي مركة إلهي درتي أولوس كبرت النبي نوحيري صلى الله عليه وسلم من أحب في الله وأبغض لله وعاوى فقد استكمل الإيمان خفك إلهي درتي ضوح أتش على هذا إلهي درت وح أنعه إيمان كنا مسترنوا يا يعني قبل يدنا وتعارف بس واحد نفسه ودمبي مركو حاول مهمة حاول إلهي درت وحلس كبرته لسكو منعة شيء قد إلهي درت وياه بدنا ضد سمنا عن لكن ضدك حلس كنا عن الدنيا يدنوا ضد الصناعة وحاول الدنيا يدنت ياكل رعجش مركو حاول إلهي درت وحوين ما شاء الله وفرع وكفر حسنا هاي قران نمعوين ادوين باهيستان ري انجليس ومركي غور ريسون يمالو وحاو نمعوين كاميدا حجاب كرسمي لا وتا ان شرارره مساجد تلاب تلاب اسكو جيرو هذا نعمه يا نمعوين وي مساجددان رغ يا هاوين كا ملو بغلايان نمعاس الله يغو شكريا انغا وحا وي عاصمده هي ميل يرير موغي مساجد مبلهم ما من الله اوغلبا بدنا وا انه بروسيس دهر لمره مرك هذا نعمه مرك ان اد كفايديستان مساجدده طلب العلم جا ومهات النور المامل كذا أنا أدمن أقوم هاد علينا يا هري هبين سيدي معناها أو تاريخين سيدي ضدك علماء يحاول دعادة علماء وين أنا طالب العلم أنا عالم ميه ما شاء الله ونقوم هالسنتين سيدي يسود ويسين أدمن يقوم هاد علينا يا محل النبي وحير صلى الله عليه وسلم ما الله يشكر الناس الله يشكر الله قف كان عندهن ضدك ومها سنتا إلهكم ما هذين مركب بقولك وبقول أدمن أقوم هالسنتين سيقرح بضم بأي سودة ويسين تنظر نوب مدى هذا وبالله التوفيق وصلى الله عليه وسلم.